في الفيديو ده هتكلم معاكم عن افضل الكتب حقيقي اللي انا قريتها وفادتني جدا، وحبيت ان انا انقل الفايدة دي ليكم علشان يعني كترشيح ليا يعني ليكم ان انتوا تقروا بعض الكتب اللي انا قريتها دي، علشان هي فعلا كتب مفيدة جدا وممكن جدا تفيدكم. اول كتاب هو كتاب 40 لأحمد الشقيري، وطبعا أحمد الشقيري غني عن التعريف، هو شخص كاتب وكان بيعمل برامج تلفزيونية، فهو إعلامي مشهور جدا وإعلامي سعودي وحد يعني عبقري، وطبعا البرنامج بتاعه غني عن التعريف، وكان عامل كذا كتاب، وأنا من ضمن الكتب بتاعته يعني تقريبا كل كتبه جميلة جدا وأنا حقيقي بستمتع بقراءتها. فمن ضمن الكتب بتاعته كتاب اسمه كتاب 40، بيختزل فيه كتاب 40 في سطور مسيرة حياته، وان هو بيروي بقى في كتابه خلاص التجارب وحياته الخاصة. بعد كده بيتكلم عن انه عزل نفسه، الكاتب بيتكلم هو يعني انه عزل نفسه 40 يوم في جزيرة بعيدة، ترك خلفه مواقع التواصل الاجتماعي والاختلاط مع الناس، يعني بعد شوية عن موضوع الاختلاط مع الناس ومواقع التواصل الاجتماعي، وخرج بعدها بأربعين خاطرة مختلفة، منها 40 يوم مع حياتي، وأربعين يوم مع قرآني، وأربعين يوم مع نفسي، وأربعين يوم مع تحسيناتي، وغيرها من المحاور المختلفة. وعشان كده تم تصنيف الكتاب ده من ما بين أفضل كتب تطوير الذات للمبتدئين، لأي شخص مبتدئ فأرشح له الكتاب الحقيقي هيستفيد جدا. في كتاب تاني كمان اسمه كتاب كيف تنجح قبل أن تبدأ، ده تاني كتاب في القائمة بتاعتنا اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، وده من أفضل كتب التنمية الذاتية أو تطوير الذات. بيسرد لنا الكاتب سيد يونس في كتابه بعض الدلائل العلمية اللي هي ممكن جدا تساعدنا في تطوير الذات واكتشاف نفسنا، عشان نتمكن من معرفة نفسنا بشكل أكبر وإننا نحقق الاحتمالات الممكنة في حياتنا مستقبلا. طبعا بيتضمن الكتاب ده أفكار وتقنيات وتطبيقات عملية بتساعدنا جدا على تحقيق أهدافنا بسهولة ويسر، وبيقدمها لنا بشكل مختصر وبسيط وسهل جدا. بعد كده هنتكلم عن كتاب إدارة الوقت، طبعا للدكتور إبراهيم فقي الله يرحمه، أنا حقيقي من أكتر الناس يعني بتحب جدا دكتور إبراهيم الفقي، بتحب كتاباته، بتحب طبعا الكتب بتاعته، الفيديوز بتاعته، يعني دايما بستفيد منه، ف يعني من أكتر الناس اللي حقيقي كانت مؤثرة جدا جدا، ف ربنا يرحمه. الكتاب دوت استطاع الكاتب فيه ان هو يقدم لنا عدة نصائح في كتابه من شأنه ان هو يساعدنا في عملية تنظيم وقتنا وإدارة وقتنا. بعض الناس اللي بتشتكي ان هي مش قادرة تنظم وقتها، او مش قادرة ان هي تحاول ان هي يعني تنظم وقتها بشكل صحيح، يعني في ناس بتجد صعوبة وقتها. فالكتاب بيتناول بعض يعني بيحاول ان هو يساعد القارئ ان هو ينظم وقته بشكل سليم، ان هو يمنع يبعد عن الحاجات اللي ممكن تكون بتعيقه في ان هو يقدر ينظم وقته بشكل سليم، او ممكن تكون بتضيع وقته على الفاضي. والكتاب ده تم تصنيفه ضمن اكتر افضل الكتب لتطوير الذات، وفيه اجابات كتير قوي قوي على اسئلة كتير مهمة في حياتنا، زي مثلا ازاي انظم وقتي، وايه هو معنى ادارة الوقت، وطبعا بيقدم لنا خطوات واضحة لتنظيم الوقت وكيفية وضع خطة زمنية لتحقيق الأهداف من خلال تدوين أفكارنا بأول بأول، ويعتبر عقد مقارنة ما بين الأولويات الحياتية والسعي لتنفيذ المهام بشكل منتظم. فأي حد بيبحث عن أفضل الكتب للقراية فأرشح له ده من ضمن الكتب المفيدة جدا جدا، والحقيقة هتفيده بحاجات كتير قوي بعد ما نظم له وقته، لو هو مثلا اي شخص مثلا بيعاني من فكرة تنظيم الوقت. كمان في كتاب المستثمر الذكي، هو بيتكلم عن الامور الواجب مراعاتها قبل ما نشتري اسهم لاي شخص عايز يعني يستثمر، وايه هي اسس الاستثمار الناجح، وبيتكلم في كتير عن الاسئلة اللي لازم كاتب اسمه بنيامين
جراهام في كتابه المستثمر الذكي، واللي بيتم تصنيفه ده برضو من ضمن الكتب المفيدة جدا في عالمنا الحديث. يعني بيقودنا الكاتب لبعض الاستنتاجات، وأهمها إن الاستثمار الناجح مش بيتطلب بالضرورة ذكاء خارق أو قدرات غير عادية، إنما بيتطلب إطار فكري سليم بيخلينا إن احنا نتخذ قرارات في وقتها المناسب. يعني كتاب طبعا البداية والنهاية هو موسوعة تاريخية ضخمة جدا، طبعا الدين الإسلامي والتاريخ الإسلامي. بيعرض الكاتب فيه لابن كثير، طبعا بيعرض الكاتب فيه يعني مجموعة معلومات مفيدة جدا جدا، وبيصنف بين أفضل كتب العقيدة. هو بيتكلم عن نشأة الحياة منذ بداية الخلق، يعني بيتكلم عن السماوات والأرض والملائكة وخلق سيدنا آدم. وطبعا بيتطرق الكاتب للحديث طبعا عن قصص الأنبياء كلها بشكل مختصر، وبعدين بيبدأ بذكر الأحاديث التاريخية بشكل مفصل. وطبعا ده منذ بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وطبعا لغاية سنة 676 ميلادية. في كتاب اسمه كتاب علم النفس التربوي لأي حد بيحاول ان هو يعني يتثقف نفسيا في مجال علم النفس. الكتاب ده جميل جدا ومفيد، هو من تأليف الكاتب الأردني دكتور المجيد النشواتي. بيستعرض الكاتب فيه يعني مجموعة معلومات كتيرة جدا، وبيصنف ضمن أفضل الكتب في تربية الأبناء موضوعات مختلفة حوالين موضوع علم النفس، ومنها علم النفس التربوي موضوعاته وأهدافه وطريقة البحث فيه والأهداف التعليمية وتصنيفها والنمو اللغوي والمعرفي والأخلاقي والنفسي للأطفال وبعض المفاهيم الأساسية للتعلم. وهو يعتبر من أجمل الكتب للقراية، وحقيقي هتفيد جدا أي أب وأي أم بيسعى لأن هو يعني يتعامل بشكل راقي مع ابنه، مع يعني حتى مع نفسه، مش شرط الاباء مع الابناء بس، لا مع الانسان مع نفسه. ما لازم يبقى الانسان برضو عنده حتة ثقافة نفسية عشان يقدر يتعامل مع نفسه ويقدر يتعامل مع اللي حواليه ويقدر يتعامل مع ابنائه بصورة تكون سليمة اكتر. دي من اكتر الكتب اللي انا قريتها، جميلة جدا. وطبعا في كتب كتير جدا انا ما اتكلمتش فيها، بس دي عايزة لها يعني مهما اتكلم عن يعني كتب كتيرة، بس طبعا هي مش حاضرة حاليا في ذهني، واكيد الفترة اللي جاية بإذن الله هعمل لكم برضو ترشيحات بعض الكتب اول باول. وانا ده وعد مني، اي حاجة بحاول ان انا استفيد منها او اي حاجة بحس انها ممكن تكون فادتني في حياتي، فانا واخدها عهد على نفسي ان انا احاول ان انا ارشح لكم بعض الحاجات اللي انا قريتها علشان انتوا كمان تستفيدوا. ويارب تكون فعلا دايما تفيدكم، بس لكن الفيديو يارب تكون تفيدكم. نورتوني جدا جدا، لو حسيت الفيديو مفيد وفاتكم ياريت ما تبخلوش على اي لايك وسبسكرايب من الناس الجديدة اللي لسه اول مرة تدخل القناة. نورتوني جدا، بحبكم جدا، باي باي.